مساء الخير عليكم أصدقائي. أتخيل بيوم من الأيام تستأجر شقة حتى تقعد به، وتصير هاي الشقة مكان عملك، ويطلع هالمكان هذا أو الشقة إلها ماضي أسود، وتبدي تشوف حاجات وتسمع أصوات بالشقة، وكل الأشياء اللي صارت قدامك تطلع سببها. ما رد أحرق أحداثها عليك، حط لي لايك على الفيديو وصلوا لي على الحبيب المصطفى، واذكروا لي الله يا جماعة الخير لأن الجن على ذكرهم يحضرون. وقبل ما أبدي بالقصة عندي تنويه صغير ولازم تسمع. أغلب الإخوان اللي عندي بالقناة يقولوا لي تجاهل التعليقات السلبية، مو أي تعليق أقدر أتجاهله. لقيت واحد كاتب لي تعليق، يعني أول مرة يمر علي هيك، لو غلط علي أفضل. كاتب شنو الفائدة أنت بكل قصة تقولها تضيف من عندك إضافة بالأخير؟ لا تبتعدون عن رب العالمين والتزموا وصلوا. يعني أنت هسه معترض على الصلاة وشي أقول لك لا تبتعد عن رب العالمين؟ إذا تريد أنت تبتعد يطبك مرض، أنت شنو بوذي؟ المهم ما أرد أظل أتكلم بهالشغلات، لكن مرة ثانية انتقد تعليق ماتك. هالمرة ما حضرتك وما منتظر منك تعتذر وتصحح تعليقك لأن أصلا مسحته. ويلا نبدي القصة. اسمي أحمد، وكنت أشتغل بأحد المستشفيات كممرض، وكنت أفهم بهواي أمور. بيوم من الأيام قدرت أجيب موافقات واشتغل الصالحي، وكنت هستوني متزوج، وكنت مأجر محل مسوي، يعني محل مال مضمد بنص منطقة صغيرة، واشتغل الطفل اللي جاي بحاجة بالليل، الرجل الكبير اللي بفلاونزا، وكانت اموري عال العال. وبالنسبة لزوجتي كانت كذلك تداوم بالتمريض. باحد الايام صار حادث على الشارع، وزوجتي راحت وتوفت بهذا الحادث. كانت صاعدة بسيارة مع الاجرة، والسيارة ماتوا بيها 5 اشخاص ومن ضمنهم زوجتي. بعد هالموقف هذا ما قدرت اعيش حياتي عدلة، وقعدت تقريبا بحدود 7 سنين بحداد. تخيلوا هاي المدة كلها انا منقطع عن العالم الخارجي، واذا اردت اطلع او اروح او اتقدم فاني بس اروح وارجع لأكثر، يعني اشتري اجيب لي حاجة اجيب جقاير وارجع، ابد ما مارست حياتي طبيعي. وبذاك الوقت اخوي كان متكفل بكل شيء باكلي وشربي، وكان ما يداعيني ابد، مع العلم هو كان قاعد يجان كنت قاعد وياه. بيوم من الايام اتكلم وياي بالليل، قال لي الحمل زاد علي، وبدا يلمح لي انه انت لازم تطلع للشغل. والصراحه كلامه كان عين العقل، لكن انا بساعتها كانت اكو غشاوه على عيني، وما كنت تعرف هاي الساعه ساعه شيطان. وقلت له انت ايش رايد من عندي؟ وانا كنت اكبر منه، وكلمه مني وكلمة من عنده، ونسيت كل الزين اللي سواليها، وطلعت بليلة ظلمة ما أعرف وين أروح، لا عدنا بيت، أنا أصلا والدتي ووالدي متوفين وما عندي غير أخت. أخذ السيارة ورحت، ويوم اللي وصلت هناك أنا حتى فلوس ماكو بجيبي، نزلت دقيت الباب والوقت متأخر، وخليت زوجها يدفع الكروة، وظليت يمها 4 أيام. وعرفت الموضوع ثقيل جدا عليها، وزوجها قام ما يطيقني ومختنق مني. سحبت روحي وحاولت أبدي من جديد، وبديت أدور على عمل، لكن وين ما أروح بعمل أفشل. بعدين اتذكرت هو أنا أصلا عندي موافقات بس أجددها وأقدر أعيد يعني من جديد، لكن فلوس ما عندي. وقررت أروح لأخوي، وفعلا رحت لأخوي واعتذرت من عنده على سوء الفهم اللي صار بيني وبينه، وقلت له جاي عليك أريد فلوس أرد أبدي حياتي. فرح جدا وقال وين راح تشتغل؟ المنطقة مالتنا كانت يعني منطقة حيوية، وما أعتقد راح أقدر أشتغل بيها لأن بيها أكثر من مضمدين 3. وقلت له أنا راح أروح لفلان مكان أو فلان محافظة، وهاي المحافظة كانت مسقط راسنا. قال براحتك، وفعلا رحت لهناك وبديت أدور لغاية ما لقيت عمارة، وهاي العمارة بيها طابق كامل، كل شقق اللي هي الشقتين يعني اليمين واليسار راح يصيرن لي. قلت وحدة أسويها يعني أخلي بيها المراجعين وما أعرف شنو، والثانية
انام بيها واسوي بيها غرفه لي، يعني ذيك مال استقبال، لان انا اعرف بهاي المنطقه ما كان اكو مضمد والناس راح تقوم تجيني وتتعنى علي. المهم كملت الموافقات مالتي واخذت فوق، لكن احد الشقق قالوا لا تفتحها وهاي الشقه محترقه وما نقدر نعطيك اياها، وانجبرت في شقه واحده اسكن. الشقه هاي كان لها 3 غرف، غرفه مال نوم وغرفه كبيره وغرفه ثانيه كبيره جدا اللي هي الصاله. بالنسبه للغرفه مال النوم خليتها الي، والغرفه الثانيه سويتها الي كطبيب الناس الطوب علي، والغرفه الكبيره سويتها لاستقبال الناس المرضى عندي. واول اسبوع من عملي ما جاني اي احد، وما حصلت غير حاجات بسيطه، الناس ما كانت تعرفني، وانا كنت بالطابق الثالث اللي هو الاخير. هاي العماره متكونه من 3 طوابق فقط. المهم كان بيت يعني وساكن بيه عادي، انا دافع ايجار دافع، والناس اهل البنايه هم كانوا يعني محلات، ما كانوا يعني ناس نازلين. انا الوحيد اظل بالليل ابات هنا، وحتى عندي نسخه من المفتاح مال الباب الخارجيه. المهم بعد الاسبوع يعني صارت عندي رجل وحركه، قامت الناس تندني وتجيني، وقمت ابقى مفتح لغايه الساعه 12 احيانا بالوحده ما عندي اي شيء، لغايه ما انعس اسد الباب مال شقتي واقفلها واروح انام مباشره بالغرفه. لكن احيانا اسمع اصوات بالطابق اللي انا بيه حركه. عدة مرات قعدت وافتريت، يعني فتحت الباب وظليت اناظر عبالي احد جاي يفتر فوق، وبعدين اقول لا، احتمال قطط طبت، احتمال يعني المجاري كذا. انطيت عدة يعني اسباب بوقتها، لكن ما كنت مقتنع، لان الصوت اللي كنت اسمعه كان صوت مال اقدام. حاولت اقنع نفسي اكثر من مرة، وباحد الايام تقريبا على الساعة 12 سديت الباب عليه، كنت متعب وقررت ما اقعد للوحدة ودخلت للغرفة. بهذا اليوم اشتغلت هواي وظليت واقف على قدمي، واغلب اللي يجوني اطفال وظلوا يبكون وصدعة وراسي، وكانت اعمارهم تتراوح بين 8 9 10 لحد 12 سنة. المهم مددت بفراشي حتى انام، وبديت اتقلب يمين ويسار، وبديت اسمع صوت للمرة الالف مال اقدام وناس تمشي، لغاية ما انضربت الباب مال شقتي ضربة كأنه واحد ركلها برجله. ردت اقوم من مكاني لكن تعبان، قلت احتمال احد صعد، لكن هذا الطابق الي والشقة اللي كانت امامي مقفولة وقالوا محترقة ما اعرف ايش بيها، يعني ما حد راح يجي يسكن بيها، من اللي يجي يضرب الباب عليه. وتخيلت يعني اكو احد جاي يصعد للبناية من الناس اللي مأجرين جواية اهل المحلات، يمكن يريد يطلعوني لان المكان رخيص، اذا احد اخذه يقدر يسوي مخزن ويخلي بيه بضاعته. وانا يعني هم سمعت عدة مشاكل عن هذا الموضوع فحبيت اتجاهل، وهست ونغفيت سمعت صوت طرق على الباب، شخص جاي يدق بالباب. فتحت عيوني وصحصحت اخافان كنت احلم، وسمعت الباب تندق فعلا. قررت اقوم من مكاني واروح اشوف من اللي موجود على الباب، وبديت اتمشى طبيعي. الباب بها عين سحرية لكن المكان اظلم ما راح اشوف، انجبر افتح الباب. وبعد ما فتحت الباب ما لقيت اي احد موجود، مع العلم كنت متأكد. فرجعت اتمشى وكان اشوف طفل واقف تقريبا يعني يم الباب مال المطبخ، بين البابين مال الغرفة اللي يستقبل بيها الضيوف والمطبخ. فاول ما طالعت بي مباشرة طب بنفس الغرفة اللي انا استقبل بيها ضيوف اللي هي الصالة، وشفته بكل وضوح، وحتى ناديته وقلت له انت من وش طببك بالشقة؟ ورحت اتمشى ورا شغلت الاضوية وما لقيت اي احد ولا لقيت اثر الطفل، لكن اشتميت فدريحة غريبة بالمكان، اول مرة اشتمح، والريحة كانت تخنق، وحتى خشمي قام يسيل وعيوني كذلك دمعت كأنه فلفل وبريحة مو طيبة بعد. فقررت يعني اروح واغسل وجهي، دخلت للحمام وبديت اغسل بوجهي، وانا جاي اغسل بوجهي ما اعرف شلون نظرت على ايدي شفت ايدي سود، طالعت على وجهي بالمراية
ما أعرف شنو اللي محطوط على وجهي، حبر أسود يمكن. وبديت أغسل بوجهي وأغسل بوجهي، وشفت يعني لون أسود يساقط مني، لغاية ما مرة واحدة طالعت بالمراية لقيت وجهي طبيعي ودي كذلك. هذا الشيء اللي جاي يصير وياي حقيقة ولا أني جاي أتوهم؟ الباب كانت مسدودة، ورمش الضوء مال الحمام علي مرتين وثلاثة، وشفت إيد مدت بكل سرعة وسدت الباب علي بحركة سريعة. أول ما صار وياي هذا المشهد مباشرة نقزت أو جفلت وخفت، هو من اللي موجود وياي بالبيت؟ وأنا بالحمام قمت أنادي، أنت منو؟ أطلع، ليش جاي تسوي وياي؟ إيش رايد أنت منو؟ وكان أسمع ضحكة مال طفل ورقضة وانضربت الباب البرة. شجعت، فتحت الباب مال الحمام، طلعت وما لقيت أي أحد موجود. وعلى كمية الرعب هاي عديت الليلة، حتى يوم اللي دخلت للغرفة حتى أنام حسيت واحد مسك قدمي وسمعت صوت مال ضحكة وياي بالغرفة. حبيت أقوي قلبي وما أتكلم نهائيا، وعدت علي الليلة. صارت الدنيا الصبح وقعدت وانا الصبح ما أفتح، أفتح من وراء الساعة 3 الظهر. طلعت الصبح جبت عدة غراض، سوقت للبيت، ناظرت بالبيت، البيت طبيعي ما بي أي حاجة. هي الليلة اللي عدت علي شنو؟ المهم بديت أدور على عطار بالمنطقة، والمنطقة هاي اللي جاي أقول لكم عليها ما كانت منطقة وحيوية، وناسها كلهم بسطاء يؤمنون بالعين والحسد والسحر، وهذا الشيء طبيعي. اللي ما يؤمن بهيج أشياء يعني هو عنده فت خلل، لأن هاي الأشياء مذكورة بالقرآن، العين والسحر كل هاي الأشياء مذكورة. إذا أنت ما تؤمن بيها يعني أنت عندك خلل. فقمت أدور على شخص عطار أجيب من عنده عدة بخورات. أتذكر والدتي الله يرحمها لما نصير عندنا شغلات بالبيت وهي تسميها عكوسات، تجيب بخور وتشعل قرآن وتبخر البيت، وهذا اللي سويته، لكن خطأ من عندي. جبت بخور وشعلته وشغلت قرآن لحد ما قامت تجي علي المراجعين. يلا طفيت القرآن بالبيت واستمرت الناس تطب علي طبيعي، وبهذا اليوم اجتني كمية ناس مو طبيعية اريد اسد ما جاي اقدر. تقريبا الساعة بالوحدة واكو يمي مراجعين 3، ومن ضمنهم مرة وياها طفل كان مريض جدا. المهم وانا جاي اكشف عليهم ما اعرف شنو واطلعهم واحد ورا الثاني، ما اعرف شلون شفت مرة جالسة، وبذاك الوقت انا ما جايب وحدة تساعدني، والمرة الجالسة اللي شفتها اعوذ بالله من شكلها، شكلها كان غريب جدا. يوم اللي طلعت كل الناس، طلعت حتى اشوفها، لقيتها مغادرة، وقلت احتمال هي جاية ويا احد كان موجود، وقلت خلاص خل اسد الباب. اول ما سديت الباب يعني بايدي فاكيد راح اسدها على كيفي، ان اخذت الباب مني دي بكل سرعتها منسدت، حتى جفلت وحتى اصابعي تعورن بالباب. تخيلوا السحبة اللي انسدت بيها الباب والصوت العالي. وبهاي الليلة من التعب نمت مباشرة، وكنت متعب وجسمي منهك كذلك. يوم اللي نمت قعدت تقريبا على الساعة 9 الصبح، كوابيس ما تنعاد ولا تنحصي وما يحتاج أذكرها لكم. كانت كوابيس كلها غريبة ومستحيل أحد يحلم بها، ناس رؤوسهم تختلف عن رؤوس البشر، أجسادهم كذلك، ولهم شعر، حوافر، قرن، من هاي الأشياء. المهم قمت من مكاني طبيعي أتمشى. يوم اللي وصلت الباب مال الحمام اتفاجئت بآثار على الأرض لونها يلمع. ناظرت زين هاي الآثار مال شخص متحفي وماشي بالبيت ودايس يمكن على مي، لكن يوم اللي مديت ايدي لقيت زيت على الارض. مباشرة اجى المطبخ ببالي، رحت اتمشى على المطبخ ولقيت المواد اللي موجودة بالمطبخ، سكر على شاي على زيت، اي حاجة موجودة عندي كانت على الارض. الباب مال الثلاجة مفتوحة كذلك. طلعت صافن وتأكدت 100% ان البيت هذا مسكون بالجن، فخابرت على راعي البيت او الشقة وقلت له ترى الموضوع كذا وكذا، والموضوع زاد عن حده، سولف لي اذا الشقة بيها حاجة قل لي حتى اعرف اخذ احتياطاتي. الرجل ذاك حلف لي وقسم قال الشقة متروكة من زمان،
لكن لو بيها الشي كان الناس شكت، مع العلم ماكو ناس تشكي، بصفها منه ومنه ماكو يعني أي حاجة، بصفها بيت واحد ناصي، وبالنسبة للي مأجرين إذا رادوا يظلون تقريبا لغاية الساعة 9 8 7 كحد أقصى، يعني ما يظلون للصبح أو يظلون الساعة 1 أو 2، أكيد ما راح يسمعون. سديت من عند الخط وظليت أفكر، إيجارها رخيص وراح أقدر أنطلق وأبدي حياتي، فحبيت أطلع وأفتر، وبديت أفتر أدور على مكان ثاني. أنا مو حمل الجن وعفاريت وهاي الأشياء والعياذ بالله، وأنا جاي أفتر شفت محل صغير ومكتوب عليه خياطة، فحبيت أطب بلكي ألقى عدها فت ستارة أو بردة أخذها أحد الغرف عندي، البردة مالتها تعبانة وبيها نقص، فطبت سلمت لقيتها مرة بسيطة وتخيط للناس وما أعرف شنو، سألتها على بردة وكانت وياها بنية بحدود عمر يعني 18 يعني بهالحدود، فهاي البنية الصغيرة قالت لها أي أمه عندنا بردة ما أعرف شنو قديمة مستخدمة تفيدك، وبدت تطلع. المهم يوم اللي طلعتها اقتنعت بيها واخذتها، مع العلم اللون ما يوالمني لكن على الأقل أحسن من اللي عندي، وسألتها على هاي البنية الصغيرة وقلت لها تقدرين تشغليها يمي أحسن مما تخليها بمحلش. سألتني وقالت لي ليش انت ايش عندك، قلت لها انا عندي كذا وكذا ونازل بكذا مكان، واني اخذها من يمك من الساعة 3 بس ترتب لي السرعة، لان كنت اتعب كل ساعة اطلع من مكاني وتصير مشاكل، انا جيت قبلك وانا جيت ما اعرف شنو. قالت خلص بس ايش قد تحسب لها وش وقت يعني تريدها وش وقت لازم ترجع لي، انا ما اقبل غير لغاية الساعة 9 واني اجي اخذها من يمك. قلت لها تمام، وفعلا هالبنية هاي قامت تجي وتساعدني وتنظم لي السر، كانت تعرف تقرأ وتكتب والحمد لله والشكر، هالمكان هذا كان مرزوق والناس تجي عليه بشكل يومي المرضى، وحتى اكو ناس يعني عندهم دورات مع الأوبر كذا فيجون علي مباشرة. يوم اللي اجت هالبنية استغربت لما دخلت الحمام وطلعت، قالت لي دخلت لي جوا لقيت مرة الحمام كبير، يعني هي فتحت الباب طبت وطلعت مباشرة وسدتها، فصحتها وقلت لها شكو، كانت تقول لي لقيت مرة بالحمام جالسة، وظلت تنتظر وريد الباب تنفتح ريد الباب تنفتح ماكو، فبما انه هي بنية قلت لها افتح الباب وشوفيها اخاف اغمى عليها، وفعلا فتحت الباب كانت تقول لي ما موجود اي احد. قلت لها انت شفتي المرة جوا متأكدة؟ قالت بعيني شفتها. طبعا قمت اتوهم لكناني اعرف المكان مو نظيف واعرف المكان بي جن وما جن. المهم دخلت البنية وبعدها طلعت طبيعي وتنظم لي الساعة، وبهذا اليوم كذلك اجت يومها على الساعة 9 واخذتها، وبعدها ظليت اشتغل لغاية الساعة 12، واول ما طلع من يمي اخر مراجع سديت الباب وهست وانا رايح اريد اغسل وجهي، اندقت الباب علي دقات سريعة جدا، ومن كثر ما كانت الدقات مرعبة ومخيفة قررت اروح وافتح الباب اخاف واحد حالته مستعصية او بيشغله على الاقل اساعده. رحت وفتحت الباب لقيت مرة وجهها غريب وكريه ومرعبة، خشمها كان طويل جدا وإلها حنك مدبب وشايلة بيدها طفل لونه اسمر وعيونه كانت سود والبياض مالهن قليل، وكانت تقول لي حرارته مرتفعة بصوت خشن وغليظ شوف لي ياش بي راح يموت. أخذت هالطفل هذا ودخلت وعفت الباب مفتوح، فأكيد هي راح تقعد يعني بأحد الغرف، قلت لها انتظري، كانت عندي سدية صغيرة خليت عليها الطفل أريد أكشف علي. سمعت حاجة وقعت بالمطبخ وقلت المرش عدها، دخلت للمطبخ طلعت يعني حتى أشوفها، لقيت الباب بعدها مفتوحة وماكو أي أحد بالبيت. رجعت مرة ثانية أريد أشوف الطفل، لقيت الطفل اختفى اقشعر بدني وخفت وما أعرف شنو اللي حصل وياي، حسيت بخدر وما أعرف غبت عن الوعي الثواني عديدة. يوم اللي فتحت لقيت المرة واقفة فوقاي وأنا ممدد قريب عن السرير مال الغرفة، ما أعرف من اللي جابني للغرفة وشايل الطفل والطالع
وبوجهي ومبتسمة. يوم اللي صحصحت وفتحت عيوني زين ما لقيت أي أحد. شوي وبديت أسمع صوت عالي، وهنا صحصحت يعني جيد جدا، وبديت أقرب آيات من القرآن وأردد، وأنا قلبي يريد يطلع من مكانه بسبب الصوت اللي كنت أسمعه. واستمريت أردد بآيات من القرآن، وقمت وقفت بعد ما سمعت صوت برا وكلام ما الناس يعني وصوتهم مرتفع. رحت على الباب مال الشقة كلها، فتحتها ولقيت ناس واقفين بالباب مال الشقة الثانية المقابلي اللي كانت أصلا ما تنفتح، وواحد من عندهم طالع بيه وقال لي جايك الدور، اترك هاي الشقة وعوفها. وانفتحت الباب مال الشقة وطبوا اثنيناتهم وانسدت. رحت بذاك الوقت مباشرة على الجوال وانا حاير. المهم اتصلت على صاحب الشقة وقلت له تعال يمي، اكو ناس كذا وكذا وهددوني وجاي يصير عندي امور غريبة، وشفتهم بعيني دخلوا. قال لي انت اكيد حلمهم، الشقة هذيك قلت لك متروكة ومحروقة واصلا ما حد ساكن بيه. المهم ظليت الح عليه، وكان يجي وجاي بويا مفتاح ومصباح كذلك. قلت له شو تسوي بيه؟ قال راح اشوفك. المهم فتح الباب مال الشقة ودخلنا، طلعت من عندها ريحة مال عفن مو طبيعية، وقام يضوي وفعلا كانت محترقة هي والأثاث البيه. الباب مال شقتي أنا تركتها مفتوحة. المهم أخذنا فر بهاي الشقة وطلعنا، لقيت الباب مسدودة. سألني قال المفتاح وين؟ قلت له بالداخل. قال شلون سديتها؟ قلت له ما سديتها، مو مجادل أنا وياه. قال لي خلاص أنا راح أعوفك وأمشي، وأنت أكسر الكيلون هذا وجيب غيره وما أعرف شنو، بعد لا تخابرني، أنا أجرت لك، إذا ما تريدها أتركها وأطلع. وبعد ما تركني ونزل، نزلت ورا بحدود الخمس دقائق أرد أجيب حاجة من جوا، يعني حجر كبير قطع حديد. المهم أكسر الباب وأدخل الشقتي، المفتاح موجود بالداخل. نزلت أتمشي طبيعي والنور كان يقطع، وأنا جاي يمشي على البايات، ويمكن أكو خلل بالكهرباء. هالعمارة هاي والبناية قديمة جدا كانت ومتهالكة، لهذا السبب يعني الإيجار بيها رخيص، بس من جوا الناس معمريها اللي صابغ اللي كذا. المهم نزلت وبديت أدور، وجبت حجر بإيدي كبير ودخلت. أول ما دخلت وصعدت درجتين وثلاثة طفت البناية كلها بالكامل، وحسبت أن الكهرباء انقطعت بكل المنطقة. استمريت أمشي بيد لازم الصخرة، واليد الثانية كامش المحجر مال الدرج الحديد، وأصعد. ما أعرف شلون كان إيدي الطخ بحاجة، والحاجة كانت كأنه جسم بشري يعني بيه حرارة وحتى إلى شعر. والصخرة وقعت من إيدي ويمكن درجتين ووقفت، فاستغربت هو من اللي موجود. ظليت جامد عن الحركة وحسيت أكو إيد انمدت على ظهري، عطت وركضت. صعدت درجتين وثلاثة وكان أسقط من فوق على الأرض، والحمد لله والشكر ما تأذيت. وجد ضوء وكان ألقى مرة جالسة على الدرج وطالع به، وما كنت تعرف قصة هالبناية شنو، ولا الشقة اللي أنا ساكن بيها شنو الأشياء الغامضة والرعب ما أعرف. وبهاي الليلة ما قدرت أطب وتركت البناية بحالها، وطلعت ظليت جالس على الرصيف وما أعرف يعني أروح هناك يم أخوي، المكان بعيد شو يوديني، سيارة ماكو، غراض هنا هدومي زيناني، أطب هسه أقرأ قرآن وأطب؟ قلت ابعد عن الشر وغني له. وظليت جالس على الرصيف وأقرب آيات من القرآن لغاية ما جلست ونمت وأنا ما أدري. المهم صحيت على صوت مال السيارات، لقيت النور هستوى كاشف. قلت بسم الله وطبيت أتمشي، وصعدت لي فوق ولقيت الصخرة موجودة بمكانها، أخذتها ومشيت هناك. وكان أشوف الباب مال شقتي مفتوح يعني ما احتاجت حتى أكسرها. دخلت للشقة وخلص، ما يحتاج يجون اثنين ويقولون هاي الشقة مسكونة ولا لا، الأشياء اللي صارت بيه كفيلة أنه الشقة مو مسكونة من جن، عفاريت وجن وقبائل مال جن على اللي جاي أشوفه، لكن السبب شنو ما أدري. المهم جيت مباشرة للحمام، دخلت ما أعرف شنو، وصرت يم المراية أطالع بوجهي تعبان جدا، وهل كان من الليلة اللي مضت.
ما أعرف شنو كان بوجهي طالع لي، حباية ولا شي. اتقربت على المراية وكان ما أحس غير واحد يدفعني من ظهري. اندفعت دفعة وانضربت راسي بالمراية ضربة خفيفة، ومباشرة المراية قامت تتحرك. يوم اللي تحركت سقط من وراها شي، فهذا الشي شلته لقيتها ورقة. فهاي المراية وخرتها ولقيت مكتوب عليها عدة كتابات ومرسومة عليها نجمة داود، والورقة اللي وقعت على الأرض هم كان مكتوب بيها كتابات. وهنا أنا عرفت إنه هالشقة هاي بيها سحر، واحتمال هذا من السحر. رحت وشوفت الناس وبديت أجيب ناس، لأن كان إيجارها مغري مو مال واحد يعوفه، بلكي يقدر يعني يطلع الجن اللي بيها. المهم من واحد لواحد، وما أعرف شلون كان ألقى شخص قال لي الشقة اللي أنت ساكن بيها حاليا كان قاعد بيها شخص ومأجر الشقتين، واحترقت بيه أحد الشقق اللي أنت مستأجرها أو ذيك الثانية، ما أعرف إذا هم رمموها، لكن احترقت بيه. والشخص هذا قالوا عنه إنه هو ساحر ومشعوذ، وأنت هاي الأشياء اللي شفتها احتمال الجن اللي عنده، لأن الجن ما يتركون المكان، إذا صاحبهم ساحر ومات بمكان راح يظلون جالسين بيه ويحاولون إنه ما يطلعون منه نهائيا. أنت زين لحد الآن بعدك ما مجنون؟ أول ما سمعت هالقصة قررت أترك المكان بحاله، بعد ما طلعت غراضي والأشياء اللي أنا اشتريتها وبعتها ورجعت مرة ثانية للمحافظة يم أخوي، وسويت لي محل على قدي، والحمد لله والشكر أموري زانت وصارت بخير، ورزقك مكتوب لك بأي مكان. شنو اللي استفاديته من هذا القصة؟ يا ريت تكتب لي اياه بتعليق، وتحط لي لايك اذا ما حاط، واذا ما مشترك يا حبذا تشترك، وتنتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.